إلى بورتري النشرة. 15 سنة تمر على وفاة مهاجم شبيبة القبائل حسين جسمي إثر حادثة سقوطه السيء على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام اتحاد عنابة في ذكرى حزينة ألمت بالشارع الرياضية الجزائرية. بورتري عن الراحل لمحمد نجيب هنانة. هكذا أرادها القدر أن تكون آخر أيام واحد من أحسن المهاجمين الذين أنجبتهم الكرة الجزائرية، ويتعلق الأمر بحسين جسمي، هذا الذي لطالما أمتع أينما صال وجال، مهاجم من الطراز العالي بغض النظر عن أخلاقه العالية التي يشهد لها الجميع وهدوئه التام خارج الميدان. 15 عاما مرت على حادثة وفاة مهاجم الشبيبة القبائلية التي كانت وستظل من أسوأ الذكريات التي عاشها الجمهور الرياضي، عندما تعرض جاسمي إلى سقوط خطيرة إثر احتكاكه مع دفاع اتحاد عنابة، الأمر الذي أفقده الوعي على أرضية ملعب الأول نوفمبر بتيزي وزو قبل أن يفارق الحياة بمستشفى فرنسا، تاركا وراءه تاريخا حافلا هو الذي كان يسعى للاحتراف، بل كان قريبا من ذلك بالنظر إلى إمكانيته الفنية الكبيرة التي كان يتميز بها. كشخص كممتاز توجور كان بشوش مع اللاعبين ولا مع المسيرين، وكان كان كان ديما كان يدير كيما كان يدير من الامبيونس، وكان فضيل ضاب، وكان معاش وانا ذا كان عندهم في الجروب تاعهم، كان يضحكوا، كان توجور في الجروب، كان عنده لوتريش هذاك، وكلاعب كان يمتاز بالارتقاء، كان لاعب جيد، كان لاعب محوري، كان عنده الى بوكو دو كاليتي، لا بوكو دو كاليتي، دونك نطلبوا من ربي الرحمه، ان شاء الله ربي يرحمه ويسكنوا فسيح جنانه ان شاء الله. الانسان ربي يرحمه كان وليد عائله، انسان خدام، منضبط في الفريق معنا، والحمد لله كما يقول لك ربي يكتب وين الانسان يتوفى في الملعب، وين نطلبوا له الرحمه ونطلبوا ان شاء الله الصبر للاهل ديالو. والله جوزنا مرحله كما يقول لك، جوزنا ايامات صعاب، وين كما يقول لك يموت صاحبك في الملعب قدامك، وين خلاص الانسان يروح له كل شيء، يولي تولي ما تخممش، تولي تقول سبحان الله لعبه، حتى وين ولا الانسان يضيع تروح حياته. ابن الكاليتوس لا يزال إلى يومنا هذا في ذاكرة أنصار وعشاق الفرق التي لعب لها على غرار فريق حيها، وكذا نادي الجزائر مرورا باتحاد الحراشة، فأمل بركة وشبيبة التبسة وشباب المشرية، قبل أن يسطع نجمه مع مولودية الجزائر سنة 99، نجم لم يكن لينطفئ بعد انتقاله إلى الكناري، فكان موسما مليئا بالأهداف، ولعل آخر هدف سبق تراجيديا وفاتها يؤكد على حسه التهديفي الذي افتقدته ملاعبنا الجزائرية. فكان الوداع القصري لصاحب الرأسية الذهبية قاسيا على الأسرة الكروية الجزائرية.